ومن الأمور اللي تكشفها الكاميرات بعض الأساليب اللي يستخدمها المحتالين. مثلاً أكو مجموعة عبارة عن عصابة بزيونة بالعاصمة بغداد، شغلتهم شنو؟ شغلتهم يجي واحد من عندهم يضرب أي سيارة فايتة ويوقع حتى يحصل رزق. هيش عمليات وهيش تفاصيل بتمر على الناس، ولكن إحنا نحذر من خلال برنامج صوت عراقي من هذه الأساليب. هاي السيارة مال عصابة بدون لوحات.